عقد مثل هذا المنتدى مهم جدا، لأنه من خلاله يتم تبادل الأفكار والمعلومات والحديث عن التنسيق وإطلاق مبادرات من شأنها أن تساهم في تعميق الحوار وإغنائه والتوصل إلى حلول، لأننا في النهاية نريد أن نتقدم إلى الأمام لا أن نتحدث فقط عن المشاكل وعن أسبابها. الأهم هو أن نقدم الحلول والعلاج المناسب، فبالتالي مثل هذه المنتديات هامة جدا، لأن نوع وحجم المشاركين من مناطق واسعة من العالم والخبرات التي يستندون إليها والبلدان التي يمثلونها تعطي فرصة جيدة من أجل يعني تحقيق هذا الغرض.